سورة الحجج مكية النزول، عدد آياتها 99 آية. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فيها بيان سنة الله تعالى التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها والتكذيب، مبتدأة السورة بذلك الإنذار الضمني الملفع بالتهويل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومنتهية بأن المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص في دلائل الإيمان. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. السور القرآنية